كرمت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية شركائها في القطاع الاتحادي والحكومي والخاص ضمن ملتقى تكريم الشركاء الاستراتيجيين السنوي. وحضر حفل التكريم معالي الدكتور عبد الله محمد بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي أشار إلى أن الهيئة تعتبر الشركاء الداعمين لأهدافها وخططها الاستراتيجية والتشغيلية والمشاريع المتعلقة بالتمييز المؤسسي.